السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم ضحى. اليوم عندي لكم لي شوكولا لي كوفريت واللوز. بالنسبة للمقادير عندي نص كيلو من شوكولا بلون، 50 غرام لوز مقشر، 100 غرام كوفريت غو فاني، ليمول دو سيليكون، عندي ملونات غذائية و ملمع غذائي، عندي الذهبي والفضي. بالنسبة للشوكولا بلون غندوبها على باماري، واللوز ولي كوفخيت غنجمعهم بجوج ونطحنهم. بعد ما طحنت الكوفريت واللوز غربلتهم، دابا غنضيفهم على شوكولا مذوبة. نخلط مزيان، تتجانس عندي الشوكولا مع الكوفريت واللوز. غنقسمهم على جوج، غندير جوج الالوان. النص غندير بها غندير غنضيف عليه ملون غذائي الشيبي، والنص غنديرو بالغوص. بعد ما عمرت لي مول دو السيليكون بالشوكولا، خليته حتى بردت، غندي مولي ندير موليه. كما كتلاحظوا معايا انا وجدت شي وحدين، غناخد شوكولا ديالي اللي وجدت وغندير ليها الملمع الغذائي على حسب لي مواتي الذهبي والفضي. غنكمل ونوجد البلاطو ونتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي للشوكولا بعد ما زينتهم بالعقيق. كنتمنى الفكرة تعجبكم، وبالصحة والراحة.